بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي احنا عايزين نعمله بعد لما كنا بنعمل كليك كان بيطلع التوست البسيطة دي، لا احنا عايزين نشتغل المرة دي على حاجة اسمها اليرت دايلوج. اليرت دايلوج شاشة صغيرة بتطلع بوب اب كده وبنبدأ نعرض فيها اللي احنا عايزينه. فقلت لهم عرفت فال بيلدر وعرفتها نوعها اليرت دايلوج هيجي من اندرويد دوت اب، تمام؟ وقلت له بيلدر، فهو يعرف ان ده بيلدر. البيلدر الاول هو المكون، بكون عليه كل اللي انا عايز اعرضه في الاليرت، بعد كده اسلمه للاليرت دايلوج اللي تعرضه على طول. فانا اختار هنا من ايه، من اب الكونتكست ديس، هسميها اليرت. ماشي كده، معايا اليرت البيلدر اللي هكون بيها الايه الاليرت بتاعتي، وبعد كده بسلمها في الاخر. من اهم الحاجات هقول له اليرت دوت سيت تايتل، واكتب التايتل اللي هيطلع من فوق في الاليرتايه، تمام؟ فهقول له مثلا ايه بيلر ديتيل. ماشي كويس. طبعا مش مستحب ان احنا نكتب النص الثابت، يعني انت لو عايز تروح طبعا على ملف السترينجز دوت اكس ام ال وتمشي مع مظبوط كله، فهتعمل كده سترينج جديده وتديها نيم وليكن مثلا اليرت اندرسكور تايتل، وتديها الاسم اللي انت عايزه، وبعدين تنادي عليها. وبعدين تنادي ايه؟ تنادي عليها. فانا مثلا هنا هتنادي عليها ازاي؟ هقول له ار دوت ار دوت لاي اوت دوت لا دوت مش لاي اوت دوت سترينجز سوري ار دوت سترينجز او سترينج دوت، ادي الاليرت تايتل. خلاص كده الاليرت تايتل هيطلع بين الملف التكست. يبقى كده الكود بتاعنا ما فيهوش نص ثابت، دي ميزه مهمه عشان لو اتغير، لو حابين نغير ملف الاكس ام ال نعمل فيه اي تعديلات ما يبقاش في عندنا مشكله في الكود. سيت مسج نفس الكلام، لا مش نفس الكلام خالص. المسج بقى هنا انا مش عايز بقى ايه، لما يكليك على مثلا الانتنشن هنا يروح يجيب لي من الاري اللي اسمها بوب ديتيل الانتنشن ديتيل دي. خلاص عمل كليك على مثلا ذا اوبننج تكبير مثلا، يبقى ايه، يبقى يروح على السترنجز يجيب لي ذا اوبننج تكبير والسينج مش عارف ايه ده يجيب لي الديتيلز بتاعتها. خدنا بالنا كده. فانا عايز اربط الاري دي بالاري دي. الفرق الحاجه الوحيده الرابط اللي هو الاندكس بتاع الاري، فاقول له بوب ديتيل اوف، لو كانت 0 يبقى 0، كانت 1 يبقى 1، لو كانت 2 يبقى 2. طب اجيب البوزيشن منين؟ طب انا عندي نيت اهو، بس اجيب البوزيشن منين؟ البوزيشن هو البوزيشن اللي اتبعت في الكليك بتاع الايتم. لان الايتم رقم 0 هيروح يجيب الايتم رقم 0، ايتم رقم 1 هيجيب الايتم رقم 1. البي او اس، بي او اس او البوزيشن اللي جوه الايه الادابتر فيو اون ايتم كليك ليزنر، هي دي نفس الايتم بالظبط، نفس الاي دي بالظبط، تمام كده؟ طيب خلاص عرفنا سيت مسج. هقول له الاليرت سيت ايكون، لو انا عايز ايكون مثلا معينه تبقى جنب التايتل. هقول له اندرويد دوت ار، لو انا عايز الايكون مثلا تكون دروبل، لو انا طبعا حاطط ايكونز هتلاقيها، لو مش حاطط هجيب الحاجات الستاندرد وليكن سي اي اندرسكور اي سي اندرسكور. وعندي ايكون زي اختار انا عايزه، مثلا انا عايز انفو فينيا. ماشي ادي دايلوج انفو، خلاص كده دي ست ايكون. خلاص بقى عملت ايه في الاليرت دلوقتي؟ كونتها من تايتل ومسج وايكون، تمام. طبعا ممكن احط باتنز وكلام، بس اسمك دلوقتي من الباتنز عشان الباتنز هيبقى ليها ايفنتس خاصه بيها، خلينا ان شاء الله فيديو تاني. لكن دلوقتي انا خلصت الاساس بتاع الاليرت، هعمل بقى الدايلوج. الدايلوج بقى هيستلم الاليرت فيطلع لك الاليرت دي. فالدايلوج هو اللي هو الاليرت دايلوج ده، هو ده بالنسبه لي الايه المشغل الرئيسي. فاقول له اليرت دوت كرييت، فهو هنا هيكريت لي بالفعل الاليرت. انا كده كونتها على جنب، لكن عايزها تفاير هقول له دايلوج دوت شو. خلاص كريتها، فكريتت خلاص، قلت له شو، فهيبدا ايه يعرضها لي بالشكل ده. بنكون الاليرت دايلوج. فاعمل ري ران ونشوف كده مع بعض لما إيه يقفل ويفتح. ادوس على واحده، اهو الايكون بتاع التعجب والعنوان والتفاصيل. ادوس في حته فاضيه عشان تختفي، ده الديفولت بتاعها. ادوس على واحده غيرها تلاقي تفاصيل اكتر ونفس الايه الاليرت دايلوج وهكذا، تمام. بكده نكون عملنا الاليرت دايلوج وبنطلع الديتيل بتاع الايتم اللي بنكليك عليه. طيب